سالو مي شيغ زيليف، كنتمنى تكونوا بخير. دونك اليوم غادي نشوفوا درس جديد ديال اللونغ. اول درس في القواعد هو لاكوز، هو الدرس ديال السبب. هنا كيف ما كتشوفوا هنا عندنا لاباج، دونك هنا هي وصلنا للصفحة 116. جوستيفي ان شوا en utilisant l'expression de la cause. Et donc, nous allons voir aujourd'hui le cours de la cause. Il y a une chose, avant de commencer avec vous, la cause, nous allons faire des choses et des exemples, comme je disais, et la vidéo est très longue. Parce que je ne travaille pas une vidéo, juste pour que vous puissiez sortir, vous puissiez vous rendre compte, et vous puissiez vous rendre compte. باش نتا تكون فاهم الدرس، هذا هو الهدف ديالي انك نتا تفهم الدرس. الا كنتي غير غادي تخرج وراه تمشي لجوجل راه تلقى التخريج. المهم ما علينا، غير باش بلا شفتوا الفيديو طوال خصكم تعرفوا بلي حنا دابا كنخدموا على اساس الجهوي، ما كنضربوش غير على القسم وشنو عجيب نتا في القسم ولا شي تخرج ليها. انت خرجتي ونقلتي هادشي ونعطيتو ليك وما فهم حتى حاجه، النهار اللي عتكون منك لراسك في ورقه الامتحان ما تعرف حتى حاجه. اذا حنا غنخدموا على الخدمه البعيد، حنا نشوفوا بعيد، غنخدموا الخدمه ندير درس ديال لاكوز، نشرح هادشي اللي هنايا حيت كتبغيو تخرجي لهنا، ومن بعد غندير معكم فيديو فيه لاكوز سبب تمارين تمعيد تمارين وتصحيح تمارين وتصحيح. غنحط لكم مثلا بزاف ديال الطرق كيفاش كيتحط في الامتحان الجهوي الدرس ديال لاكوز كيفاش كيتحط، حيت هو راه يتحط بزاف ديال الطرق. مثلا بحال لي ريجستر دو لونغ اللي كنت كنخدم معاكم داك ديال كورون فاميليو سوتوني، كان فيه بزاف ديال الطرق كيفاش كان كيتخدم. مره كيتخدم على شكل طابلو، مره كيعطيك هذاك الهضره ديال الشات وانت خصك تبدلها، مره كيحط عندك جمل كيقول لك ليا حدد واش فاميلي واش كورون سوتوني. يعني هي درس فيه بزاف ديال التمارين، ما عرفش انت الطريقه ولا النوع كيفاش غادي تحط لك لاكوز. اذا انا ملي كنخدم معكم اي درس باش تعرفوا شنو غنخدموا والطريقه اللي غنمشي معكم بها حتى لاخر العام ان شاء الله، اي درس غادي نخدموه من بعد غادي ندير فيه فيديو غير التمارين. يعني كتبت الثالثه اعدادي باش تعرفوا راه عنده علاقه بكم، وخا ما نصورش الكتاب راه قلتها لكم، غنكون كندير لكم على ديال الدرس التمارين باش تزيدوا تفهموا. ما علينا، هنا دابا بالنسبه هنا للدرس ديال لاكوز السبب. قبل ما ندير انت السبب انا غادي نشرح لك شي حاجات باش تعول على راسك، واي جمله حطوها لك تخدمها، ماشي غير هادو اللي غنخدم معك انا في كتاب. غنعطيكم شي حاجه وعاد نرجعوا للكتاب. اولا انت دابا الجمله اللي غتقراو ما عتبقاوش تقراو جمله سامبل، حنا عندنا جمله سامبل، عندنا جوج الانواع ديال الجمل حتى هذا كيتحط في الامتحان. هاو هاد جمله سامبل وجمله مركبه، ها هي عندي واحد الامتحان انايا، هاهما هنايا الجمل، هاهما هنايا الجمل، وكيتحط هايا في خاص سامبل في خاص كومبلكس. هاد الدرس هذا ما عندكمش كاع في ليفر، وكيتحط في الجهاوي، ما كاينش في ليفر وكيتحط لكم في الجهاوي. بمعنى انت خصك تكون ضابط الامور، كيعطيك هو الدرس وخصك ترجع انت الدرس اللي قبل منه اللي قريتيه في ابتدائي عنده علاقه به باش تخدمه. اذا هاد الدروس مرتبطه ببعضياتها، عليها ديما غنبقى نخرج على الموضوع حيت راه ما تعولوش على الكتاب. دابا القضيه راه فيها الجهاوي. اذا اول حاجه غادي نشرح لكم بما ان نقراو لاكوز غنشرحها مره وما نعاودش، يعني ندخل دروس اخرى صافي غتكونوا فهمتوها. هنا شوفوا معايا عندنا نكتبها بحمر، المهم الكتابه الا ما كانتش مفهومه انا هكا راه كنهضر بفمي يعني تفهموا شي شنو كنقول شنو كنكتب. عندنا لا فراز سامبل، نورمالمون درا خصنا نديرو درس ولكن المهم غنشرحو بالزربه. عندنا لا فراز سامبل، شنو هي لا فراز سامبل؟ هي الجمله البسيطه اللي كيكون فيها فيرب واحد. مثلا انايا قلت جيم لو شوكولا، كنبغي لو شوكولا. اذا هنايا فراز سامبل فيها فيرب واحد، هاي عندنا فيرب هو امي، هاي جو سوجي فيرب كومبليمون، هذه هي لا فراز سامبل. دابا شنو ولات سميتها؟ ولات عندها سميه اخرى كتحط في الجهاوي، ولات سميتها لا فراز، كتب لكم بلون مغاير، مابقاتش سميتها لا فراز سامبل، يعني تقدر تلقاها مكتوبه هنا، ولات سميتها لا بروبوزيسيون. هادي راه حيدتها لا بروبوزيسيون انديبوندون. شنو هي لا بروبوزيسيون؟ هي لا فراز، صافي السميه ديال لا فراز اللي كنتو كتعرفوا تبدلات، سميتها لا بروبوزيسيون انديبوندون. شنو هي انديبوندون؟ هي مستقله،
يعني لا فراز مستقله، يعني مستقله براسها، ها هي الجمله. جيم لو شوكولا، ما بحتاجش انا كمالة ولا نقول علاش باغي الشوكولات ولا فوقاش ولا كيفاش، صافي مفهومه. مثلا بحال هكا نقول مثلا لا بلوي طومب، واش نشرح علاش كتصب الشتا وعلاش كطيح الشتا، صافي. هذه تتسمى سامبل، فيها فيرب واحد. عندنا نوع اخر سميتها لا فراز، سميتها لا فراز كومبلكس. كومبلكس يعني مركبه. شنو فيها؟ فيها بليزيور فيرب، فيها بزاف ديال الافعال، فيها بزاف ديال الافعال. مثلا نعطيكم هنا اكزامبل، احمد اي طابسون، احمد ابسون غايب، باغس كيلي مالاد. اذا هنا شنو كاين؟ الجمله هنا ولات طويله، احمد اي طابسون باغس كيلي مالاد. اذا فيها قال لك لا فراز كومبلكس هي اللي فيها بزاف ديال الافعال. فين هو الفيرب الاول؟ ها هو. فين هو الفيرب الثاني؟ هو هذا. اذا هنا عندنا جوج الافعال، وغير بالصدفه جاو لوكسيليير اتر، يعني ماشي. دابا في الامتحان شنو يعطيوكم؟ عطاك طابلو بحال هكا، هاد الدرس هذا قلت لكم ما كاينش وكيتحط الحساب، يعني كل واحد وشنو انت شنو يجي فيه. هنا عطيت طابلو بحال هكا، لا فراز سامبل ها هي، ها هما جمل هنايا. عندنا واحد المجموعه ديال الجمل، عندنا مجموعه ديال لي فراز، انت خصك ترتبهم في الطابلو هذا. هو كيقول لك كلاسي لي بروبوزيسيون سويفونت، وانت ما كتعرفش شنو هي بروبوزيسيون، تبقى دايخ. شنو قلت لكم دابا؟ قلت لكم بروبوزيسيون هي لا فراز، هاي قلت لكم بروبوزيسيون هي لا فراز، بدلت سميتها، سميتها لا بروبوزيسيون، ماشي غير اقتراح. كلاسي لي بروبوزيسيون سويفون دون لو طابلو سي دوسو، يعني كيعطونا جمل كيقول لك كلاسيهم. لا فراز سامبل انديبوندونت مستقله، كتجي كتحطها هنا، يعني فيها فيرب واحد. لا فراز كومبلكس مركبه اللي فيها بزاف ديال الافعال كتحطها هنا. وشفتوا ودابا ماشي كتلحقوا كتحطها، وقسموا ليكم شنو عندنا هنايا طابلو مقسوم، يعني هذيك لا فراز مركبه طويله ما عادش تحطها، عاد تشد براسها وتقسمها. يعني هاد لا فراز هادي كومبلكس، انت في الطابلو تقسمها على جوج، انت في الطابلو تقسمها على جوج. القسمه الاولى عندها سميه والثانيه عندها سميه، هادشي اللي غتولوا تقراو من القدام. لا فراز يعني بحال اللي كتعرفوا دابا مناش كت الجهه الاولى ديالها، علاش هي مركبه؟ مركبه ليا من جوج حاجات، ها الاولى ها شنو سميتها والثانيه ها شنو سميتها. اذا الاولى حد هنايا احمد اي طابسون، حد هنا هادي الاولى ديالها، هادي سميتها سميتها بروبوزيسيون برينسيبال، يعني سميتها الجمله الرئيسيه الاولى هذه اللي عليها كلشي، احمد اي طابسون. صافي هذه الكومبلكس كنقسمها هي براسها مقسومه على جوج، حيت هي مركبه. اذا خصني نعرف انا التركيبه ديالها، هاي الاولى، ها التركيبه الاولى هذه برينسيبال احمد اي طابسون، هذه الجمله الرئيسيه. هذه الثانيه من هنا حتى الاخر اللي كيبقى لك سميتها سميتها بروبوزيسيون سوبوردوني. علاش سوبوردوني؟ سوبوردوني دو لا كوز، حيت عندنا هنا المويان، عندنا الكونجونكسيون، عندنا الاداه اللي كنخدم بها هاد لا فراز هادي هي باسكو. اذا الجمله ديال السبب كتكون ليا الواحد جوج والاداه الوسط. الاولى سميتها بروبوزيسيون برينسيبال، جملة مركبة كتقسم، الأولى فيها بروبوزيسيون برينسيبال، يعني الأولى اللي فيها الفيرب الأول، اللي فيها الفيرب الثاني سميتها بروبوزيسيون سوبوردوني. علاش سوبوردوني؟ حيت فيها أداة باسكو، وهاد باسكو ملي جبناها من الدرس ديال لاكوز سبب، إذا الدرس ديال السبب هو من الدروس ديال لي سوبوردوني، عليها كنقولو بروبوزيسيون سوبوردوني دو لاكوز، كان هدف نقولو بروبوزيسيون سوبوردوني ديال الهدف، كانت كونديسيون وهي غادا بحال هكا. إذا درت لكم هاد التمهيد حيت هنايا داخلين لكم ليش هنا غتبقى تقسم، وأنت أنا ما عاد الحقوها نبقاو نقسمو، قلنا راه نديرو هكا في الورقة. إذا هذا الدرس ديال السبب، وهاد الجملة ديال السبب. إذا دابا جو ندوزو لهنايا،
هاد لو سوبور هذا اللي عندنا هنا عندنا ثلاثه ديال لي فراز ا بي سي غنخدموهم. شنو قال لك في السؤال؟ جو رولي لي دو بروبوزيسيون انديبوندونت. غنقرا لي بروبوزيسيون انديبوندونت الجمل المستقله. لي دو بروبوزيسيون يعني هاد الجمله الاولى فيها جوج بروبوزيسيون هادي حتى لحد النقطه وهادي بروبوزيسيون. قالك غنقرا هادو يعني كل وحده مستقله بوحدها نقراها دون لي فراز نقراهم في 1 2 3 يعني نقراهم في لي فراز بثلاثه. وشنو غندير؟ اون اتيليزون غنستعملو لي كونجونكسيون اونتر بارونتيز نستعملو لي مويان. لي كونجونكسيون هما الادوات هما هادو باسكو او كار او بويسكو هادو هما الادوات ديال الدرس ديال السبب. نستعملو قال لك هاد لي كونجونكسيون بوغ اكسبريمي اون كوز باش نعبرو على لا كوز. بمعنى هاد جوج جمل اللي هما فرقوهم لينا قالوا لنا حنا دابا شنو نديرو؟ غنجمعوهم ونقلبو على السبب وندخلو المويان اللي هما اصلا عطاوها لينا باسكو. يلا شنو غديرو؟ راه ما تجيش وعتشد باسكو تحط الوسط وتجمعو طوي تقول لي صافي هذه هي الاولى. كيبان لي انا الفيديو مضبب ما عرفتش. تقول الي سيريو هذه نجي نحط هنايا. لا شوف الترتيب ديال الجمله هو هذا. هو الاول خصها تكون بروبوزيسيون برينسيبال المويان كتجي الوسط تكون هنا بروبوزيسيون سوبوردوني يعني هذه الجمله العاديه وهذه الجمله السببيه. باش كنعرف انا هذه العاديه وهذه السببيه كنجي كنطرح بوركوا كلهم نطرح فيهم بوركوا. شوفوا في الامتحان راه كيكون فخ كيقلبوهم ليكم. هذه كيجيو حطوها هنا وهذه كيحطوها هنا وكيقول لك دير لي السبب. بمعنى انت خصك تقرا فين هي الجمله العاديه وفين هو السبب ديالها. لقيتيهم مقلوبين خصك تعاود تقلبهم. غنطرحوا هنايا بوركوا. بوركوا احمد اي تابسون علاش احمد اي تابسون؟ نجي نشوف باسكو لي مالاد هذا هو السبب. اذا صافي صحيحه. الا لقيت انا الي مالاد هنا الي مالاد هنا وهنا احمد ابسون نقول بوركوا الي مالاد علاش هو مريض؟ حيت غايب. لا راه نقول علاش غايب حيت مريض نولي نقلبهم. دابا بحال هكا الي سيريو اي كومبريونسيف هو سيريو متفهم اي كومبريون سيريو معقول اي كومبريونسيف متفهم ياك. هذه وحده هذه جمله انا خصني نجمع هاد جوج بجوج نربطهم باش يعطوني جمله ديال السبب. الثانيه ديالها Je veux travailler avec mon camarade de table. بغيت نخدم مع mon camarade يعني صاحبي اللي كيجلس حدايا يعني mon ami. Je veux travailler avec mon camarade. عندنا باسكو يعني عارف نتوما باسكو هي حيت ياك. لان شنو نقول؟ il est sérieux et compréhensif هو معقول ومتفهم حيت غادي نخدم معاه. لا وانايا يعني نعتبر ها شوفوا باش نمشيو بشويه وتعرفوا تجاوبوا على الجمل كلهم اعتبروها صحيحه حيت هما كيقلبوهم. اعتبروا هذه اللي عطاو لكم في الامتحان صحيح هذه هي البرينسيبال وهذه هي السوبوردوني. وطرحوا بوركو حنا ما طرحوا بوركو. بوركو الي سيريو اي كومبريونسيف هذه البرينسيبال الاول البرينسيبال ها هي برينسيبال والثانيه سوبوردوني. هذه البرينسيبال هذه البرينسيبال خصني نطرح فيها بوركو نطرح فيها بوركو. هذا اللي هنا خصو يكون هو الجواب ديالها. بوركوا الي سيريو اي كومبريونسيف علاش هو متفهم حيت جو فو ترافاي حيت انا بغيت نخدم معاه. لا ما جاتنيش في المعنى غنقلبها. عاودوا قلبوا على اساس هذه الاولى نطرحوا بوركوا في الجهه. بوركوا جو فو ترافاي افيك مون كاماراد علاش بغيت نخدم معاه؟ الجواب باسكو الي سيريو اي كومبريونسيف حيت هو معقول. اذا هذه هي البرينسيبال انا بغيت نخدم معاه جو فو ترافاي افيك مون كاماراد. بوركوا ها هو لا ريبونس ديال هذا هو الجواب هذا هو السبب باسكو لي سيريو اي كومبريونسيف. اذا الجمله ما مرتباش شنو غندير؟ هاد جو فو ترافاي نجي نحطها هي الاولى ونجي ندير باسكو وعنشد هادي واللوحه هنا نحطها هنايا. اذا بحال هكا غنخدموها. جو فو ترافاي افيك مون كاماراد كملوا هذيك دو طابل وغنجي ندير المويا هنا الوسط باسكو كيلي سيريو وتكملوا. يعني هما عطاوشك مرتبه انت خصك تقلب على البرينسيبال. اذا جو فو ترافاي افيك مون كاماراد هادي هي البرينسيبال ها الفيرب جو فو ها فيرب قلنا لا فراز كومبلكس كيكون مركبه لينا من جوج افعال الفوق.
هاو فيرب في البرينسيبال نحبس واحد هنا parce qu'il est sérieux et compréhensif ها فيرب l'auxiliaire être اذا لا فراز كومبلكس هذه وكتقسم لينا على جوج الجهه الاولى ديالها سميتها برينسيبال والجهه الثانيه ديال لا فراز كومبلكس سميتها subordonnée de cause نشوفوا دابا لا فراز الثانيه je participe à l'écriture d'une nouvelle courte يعني غادي نشارك في الكتابه ديال واحد القصه قصيره اننا كنقراو ونشوف بعدا j'aime beaucoup la création littéraire كيعجبني بزاف la création littéraire يعني كري شي حاجه littéraire ادبيه المويه اللي غنستعمل هي كار ديال السبب دابا ما عنديش نلحق نحط مو كار هنا خصني نقلب انا على السبب فين الجمله الرئيسيه فين هو السبب ديالها علشان ندير واحد لو شوا علشان ندير واحد لو شوا خص يكون عندي السبب حيت هو اصلا هنا في العنوان قال لك جوستيفي ان شوا يعني تعلل لو شوا ديالك يعني تعطيني السبب اون اكسبريمون ليكسبرسيون اون يوتيليزون ليكسبرسيون دو لا كوز نطرحو بوركو قلت لكم ديما في الامتحان ملي يقول لك لا كوز طرح في الاولى بوركو على اساس راها صحيحه جاتك في المعنى هي هذيك تبارك الله ما جاتكش عاود قلب هذه رجع هنا اذا نطرحو هنايا بوركو عارفين والو نطرحو Pourquoi je participe à l'écriture d'une nouvelle courte علاش غنشارك في الكتابه ديال نوفيل شنو هو السبب بوركو غنشوف هذا اللي شايط ليا انا واش هو الجواب parce que j'aime beaucoup la création حيت كنبغي لا كرياسيون اذا صحيحه اذا شنو غديروا كا غتحطوها الوسط ما عاد تقلبوا ما عادش تقلبوا عطاوها لكم مرتبه اذا غتجيو هنايا غديروا je participe تا هنا 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 تتكمل واحد هنايا كورت هاي تا الكورت وغديرو كار موين كار جيم حيت كنبغي وديرو تكملو تا اللخر ها الموين هاي هاي موين هادي هي الأداة هادي هي كونجونكسيون يعني كنقولها موين هي لا كونجونكسيون سيبوردونو نشوفوا لا فراز الثالثه اللي بقات لينا انا شوف دابا الفيديو وصل 17 دقيقه وانا مازال غير هنايا فين هو هادشي اللي هنا فين هو هادشي اللي في الصفحه الاخرى هادشي اللي طلع اش نقول لكم ماشي كنهضر بزاف حيت انا كنلقاها في لي كومونتير كتهضري بزاف كتهضر بزاف انا راه كنبغي نشرح لكم بزاف ماشي كنهضر بزاف راه شحال مره كنبقى نزرب شي فيديو ثاني كنبقى نلقاو علاش كتزربي راه ما فهمناش يعني دابا كاين الجهه اللي باغاني نزرب وكاين النص الاخر باغاني نتعطل و ونشوفوا الجهه اللي تغلب وصافي هنا نشوفوا لا فراز الثالثه شنو هي المويه اللي عندنا بويسكو بما ان وعد واحد الحاجه من بعد نقولها لكم نوزالو رياليزي ان بروجي غادي نحقوا غادي نصايبوا واحد البروجي مشروع il faut s'organiser خصنا نتنظموا اي ترافايي سون سيس ونخدموا بدون توقف اذا غنشوف انايا principal نطرح بوركو بوركو نو زالون رياليزي ان بروجي علاش غادي نحقوا واحد البروجي هذا خصو يكون السبب حيت باسكو الفو حيت خصنا نتنظموا ونخدموا بدون توقف انا حنا نديروا مشروع حيت خصنا نتنظموا جمله مخربقه ما فهمتهاش شكيت فيها شنو ندير نجي نقول راه صافي راه قلبوها نجي ناخذ هذه على اساس هي البرينسيبال هي الجهه الاولى نطرح بوركو باش نتاكد Pourquoi il faut s'organiser et travailler sans cesse علاش خدنا نتنظموا ونخدموا بدون توقف حيت غادي نحققوا واحد المشروع حتى نصايبوا واحد المشروع باسكو نو زالون رياليزي ان بروجي اذا خصنا نخدموا مزيان علاش نخدموا مزيان وهذه ونتنظموا حيت عندنا واحد المشروع اذا مقلوبه غنديروا بويسكو اذا نقولوا il faut s'organiser et travailler sans cesse puisque nous allons réaliser un projet شوف بويسكو من الاحسن تجي في الاول ياك هذه حاجه اخرى بويسكو كتجي الوسط شويه ثقيله كتجي في الوسط صحيح عادي غير هي دابا ها نتوما هذه هي نو زالون رياليزي ان بروجي هذا هو السبب خصنا نتنظموا حيت نصايبوا بروجي اذا البروبوزيسيون برينسيبال بي بي هي هذه بروبوزيسيون برينسيبال بروبوزيسيون سوبوردوني بي اس هي هذه ياك انا بويسكو قلت من الاحسن ما تجيش الوسط ملي عنقد البروبوزيسيون برينسيبال وعاد نجيب سيبورد هنا بويسكو كتجي شويه ثقيله في الوسط اللي بغيتي من الاحسن تجي في الاول الا درتيها في الاول هذه على الرغبه ديالك اما راه كاينين شي حاجات قاعده يجيو في الاول تنوصلوا ليهم
بويسك. اذا هنايا شنو عندنا؟ بويسك بغيناها في الاول، ولكن في الاول ما نجيبوهاش لاصقه مع البرينسيبال حيت انا نديرها هنا في الاول. بويسك ضروري الاداه المويان فين كتجي، كتجي لاصقه مع ياش، كتجي مع سوبوردوني. هاي افيك مون كاميرات باغس كي لي سيريو، يعني هذا هو السبب. المويان خص تجي مع سوبوردوني. اذا شنو ندير؟ نجد بويسك نحط حدا السوبوردوني هنا. انا ديما كنبدا بالبرينسيبال هي الاولى، ولكن الا بغيت نبدا بالمويان عجبتني داك المويان خدم بها الاول، ماشي اي مويان كتجي في الاول كاغو باسكو راه كيجيو الوسط. هاد بويسكو انا كنهضر على بويسكو، بغيت نخدم بها في الاول نجيبها مع السيبوردوني، نهز كامل السيبوردوني كل نحولها نجيبها في الاول. اذا نقول بويسكو نو زالون رياليزي ان بروجي، بما اننا غادي نديرو واحد لو بروجي الفو سورغانيزي اي ترافايي سون سيس. اذا نتوما غتخدموا بحال هكا وتجيبوا بويسكو هنايا. بويسكو وتخدموا هذا خذوه بهذه الطريقه هذه كلش دوها، ودابا حطوها هنايا. دابا انا عم بدا نزرب حيت صافي شرحت لكم هاد هادو هنا التعاويد. دوزوا لهذا او مجاوبين عليه. ا بارتير دو لا ليست سويفونت، قالك من خلال هاد لا ليست هادي جانديك لا كيسيون ابوزي بور اوبتونير لا كوز. شنو هي قالك لا كيسيون ابوزي؟ شنو هي لا كيسيون؟ السؤال اللي كنطرح باش نلقى السبب. واش كنطرح كومو كوم بوركوا دون كيل بيت؟ اذا كنطرح بوركوا، هي هاد بوركوا اللي كنت كنقول لكم قبيله، كنطرح بوركوا في البرينسيبال باش نلقى الجواب. صافي هي بوركوا. ثلاثه جو ديكوب لي تخوا فراز سيلون لو طابلو سويفون، قالك غنقطع غنقسم هاد لي فراز هادو على حسب لو طابلو. في كل جمله الاولى نحط البرينسيبال هنا والسوبوردوني هنا والمويان هنا، وهي غاده يعني هادشي عاد تخربيق غنوليو نعاودو هنايا. هادشي راه حنا اصلا قسمناه، يعني هذا تعرف ديرو نتا راسك. يعني فين هي البروبوزيسيو برينسيبال في هاد الجمله هادي؟ جو فو ترافايي فين هي البروبوزيسيو برينسيبال؟ هي جو فو ترافايي افيك مون كاميراد، هي هادي اصلا. هاهي جو فو ترافايي، هاهي بروبوزيسيو برينسيبال هادي غتحطوها هنايا تكتبوها هنايا. فين هي بروبوزيسيون سيبوردوني؟ هادي اللي بقات لينا هنا، هاهي بي. دابا انا كنزرب حيت صافي راه فهمتكم. بي اس بروبوزيسيون سيبوردوني تحطوها هنا. الكونجونكسيو هي المويان، هي هادي باسكو تحطوها هنايا. صافي باينه. الثانيه جو بارتيسيب ا ليكريتور دو نوفيل كورت، هادي هي البروبوزيسيون، هي بي بي بروبوزيسيون برينسيبال، هي هادي بروبوزيسيون برينسيبال. هذا هو السبب حيت كنبغي لا كرياسيون ليتيرير. هادي بروبوزيسيون سيبوردوني غتحطوها هنا في سيبوردوني في الجمله الثانيه. المويان اداه هي كار، كونجونكسيون هي كار. الثالثه انا ديجا دايره بروبوزيسيون برينسيبال بروبوزيسيون سيبوردوني، حطوا كل حاجه في بلاصتها. السؤال الثالث الرابع جو روفي سي فراز اون شونجون لا بلاص دي كونجونكسيون، قالك جو روفي انا عاود هاد لي فراز هادو اون شونجون لا بلاص دي كونجونكسيون بوي جوستيفي مي ريبونس. هنا شوف شنو قالك في هاد السؤال هذا، قالك ثلاثه ديال لي فراز عاود خدمهم، ولكن بدل البلاصه ديال باسكو ديال بويسكو، بدل البلاصه ديال باسكو ديال كار ديال بويسكو. بمعنى هاد الجمله الاولى حنا شنو درنا فيها؟ شنو عطاونا فيها؟ هادشي كيبان لي مضبب. الجمله الاولى شنو درنا فيها؟ باسكو غنجيو نقلبوها نبدلوهم، غنبدلو باسكو بكار ولا نبدلوها بويسكو. الجمله الثانيه شنو درنا فيها؟ درنا فيها كار، غنجيبو بلاصه بويسكو، غنشقلبو عاد المويان نقلبو هادي ديال هادي وغادي نحطوها هنا صافي ونخدموهم هنايا. اذا لا داعي نكتبهم ليكم. المهم هاد اللي ما عجبكمش هاد الطريقه زعما لا ما كنتو ما فهمتوش وما دابا مثلا شي سؤال انا كنشرحو بزاف الا جيت نعاودو غنضيع الوقت. هاد الجمل هادو اللي هنايا، هاد الجمل هنا غتعاودو تكتبوهم، هادو اللي صححناهم هنا غتعاودو تكتبوهم. غتحيدو باسكو من هنا وديرو بلاصه كار، باسكو تهبطو هنا صافي قلبو عالي مويان، يعني غنعاودو نفس الهضره. سؤال خامس قالك جو بريسيز دون شاك فراز، غنحدد في كل فراز لو شوا في، شنو هو لو شوا؟ شنو هي لا جوستيفيكاسيون ديالو؟ شنو هو لو شوا؟ يعني شنو هو داكشي اللي اختاريت انا؟ شنو هو التعليل ديالو؟ يعني هو زعما شنو هو السبب ديالو؟ نفس الحاجه غنديروها هنا. هادشي اللي درنا هنا في الطابلو بروبوزيسيون برينسيبال بروبوزيسيون سيبوردوني، خوه غتحطوه هنايا. خوه فين؟ شنو هو لو شوا؟ هو اختاري شنو هو الاختيار ديالك؟ قالك جو فو ترافايي افيك مون نامي، هذا هو الاختيار ديالي غنحطو هنايا، يعني برينسيبال الهضره مشقلبه. شنو هي لا جوستيفيكاسيون؟ التعليل هو السبب، يعني حيت هو سيريو كومبريونسيف. اذا هاد الجهه تحطو فيها البروبوزيسيون برينسيبال هادي، هادشي اللي هنا حطيتو هنا غتحطو هنا خوت، هادشي اللي حطيتو هنا سيبوردوني اللي قلت لكم قبيل غتحطو هنا. شنو هي المويان؟ هي هادي اللي هنايا غتحطو هنا. شنو هي المويان؟ هي اصلا باسكو كار بويسكو غتحطهم هنا. يعني ثلاثه ديال التمارين معاودين مبدينا صيغه السؤال.
انا غير باش ما نضيعش لكم الوقت، حيت مازال هنايا تخرج اخر هنا. شوفوا معايا دابا هنا جو روتيان ليكسبرسيون دو لا كوز، يعني العبارات ديال السبب، لي كوردونون ولي سيبوردونون، المهم الادوات ديال السبب. شوفوا شحال عاطين لكم في جو روتيان، ثلاثه كار باسكو بويسكو، هادي الهضره اللي كنقول لكم، ولا كنقول لكم معاه وقلت لكم بلاتي ماشي دابا. شوف هو في امتحان الجهوي كيحطوا بزاف ديال لي موايان ديال لا كوز، مره تجي فيك غراس ا بفضلي، مره ا كوز دو كوم في كو سو بريتكست كو. وشوف هنا كاينين ثلاثه، بمعنى عطاك عنوان ديال الدرس وسير قلب على راسك، ربما عطاك شي موايان انت ما لاقياش هنا وما تعرفاش بلي راه ديال لاكوز سبب، حتى ما قريتيش قاعده. اذا القاعده ما كافياش، داكشي علاش غندير لكم فيديو اخر، غندير لكم تمارين فيهم ادوات اخرين ديال السبب ما عمركم شفتوهم ونقراوهم، فيهم قواعد ها فوقاش كيطبقوها، علاش كي يعني بحال هكا. انا كل فيديو ديال القواعد غنعطيكم فيه فيديو اخر، يعني كل فيديو فيه جوج، واحد ديال التخرج واحد باش نعاود نزيد نشرح لك مزيان مع التمارين. Je relis les propositions suivantes pour exprimer une cause. هادو تمارين دابا بحال التمارين درناهم ثلاثه الجمل. قالك جو رولي، غنربط هاد جوج لي فراز، وحده برينسيبال وحده غتكون سوبوردوني، بور اكسبريمي اون كوز، باش نعبر على السبب. اذا شوفوا ندير راسي انا ما فاهماش، نطرح بوركوا في الاولى ونشوف هذا واش هو السبب ديالها. بوركوا لو فون سوفل تري فور، علاش الريح كيصوت بالجهد؟ حيت سديت الشرجم. جو فيرم لا فونيتر، حيت انا سديت شارجم، الريح شافني سديت شارجم وهو بدا يصوت. جملة ماشي منطقية، جاتكم مخربقة. إذا نجي نطيح بوركو في هاد الجهة ونشوف، راك الجملة كيطلع مقلوبة. بوركوا جو فيرم لا فونيتر، علاش سديت الشارجم؟ باغسكو لو فون سوفل تخي فو، على حيت الريح. علاش انا سديت شارجم؟ حيت الريح. صافي هادي جملة منطقية، إذا غنقادها. إذا هادي هي لا بروبوزيسيون برينسيبال الاولى، هذه بروبوزيسيون سيبوردوني. نكتبها هنايا، نقول نعاود لكم هنا جو فيرم، هيا تكتبوها جو فيرم لا فونيتر، هيا جو فيرم لا فونيتر. نجيبو موايان باسكو لو فون صافي كملوها. هادي هي الموايان، يعني شوف هنا قالك ربط هادو باش دير لي السبب وما عطاوناش الموايان، يعني في الامتحان كيعطوك بحال هكا خصك تجيب الاداه الموايان من عندك. إلا كيتي لا بيلوز دو ستاد، يعني غادر الستاد تيران تيران، إلي بليسي هو مجروح. شنو هي الموايان اللي عنديرو؟ انا نعطيكم موايان جديده à cause moyen smita à cause de. غنخدم معكم بهاد الموايان à cause de، هي بسبب، بسبب كنديرها ملي كيكون عندي شي سبب سلبي شي حاجه خايبه كنقول à cause de. نقلب بعدا على فين هي البرينسيبال وفين هي سيبوردوني. الى كيتي نطرح السؤال pourquoi il a quitté la pelouse du stade، علاش غادر الستاد؟ parce qu'il est blessé، حيت هو مجروح. اذا مرتبه عطاوها لينا مرتبه، هذه راه كانت مقلوبه قلبناها هنايا درنا هذه، هذه عطاوها مرتبه. شنو غنجي ندير ا كوز دو كتجي الوسط، غنجي نجي ندير ا كوز دو هنا الوسط وصافي، غادر هاد لا بلوز بسبب انه مجروح. دابا حاجه وحده اضافيه جديده، هاد ا كوز دو بلس قاعده فيها جديده، هاد ا كوز دو تكتب عوجه مهم ممكن زرب وما كان ا كوز دو بلس نو. شنو هي بلس نو؟ يعني انا ملي علقا بروبوزيسيون برينسيبال بروبوزيسيون سوبوردوني à cause de كتجي هنايا، صافي ياك فهمناها. غادر التيران حيت مجروح. دابا هنايا بلوس نو، هاد à cause de ملي غنهبطها هنايا، هادشي كله اللي هنا خصو يرجع ليا اسم،
الا كان فعل نرجع مثلا الا كانت عندي مثلا فعل اوفغيغ فتح، شنو هو الاسم ديال اوفغيغ؟ هو الافتتاح. شنو هي فرنسي؟ هي لوفيرتور، هي الافتتاح. اذا انا الا كانت عندي شي فعل ولا ادجكتيف ولا اي حاجه خصني نرجعها نو، حيت اكوز دو كيتبعها اسم مباشره، اسم نيشان السبب علاش هو غادا لسطاب، ما نقولش ايلي بليسي مجروح بسبب الجرح ديالو، يعني الاسم مجروح الجرح يعني بليسي. شنو هو الاسم ديال بليسي؟ يعني الا كان هو مجروح قلنا الجرح، بالفرنسي هي لا بليسور. يعني شنو غنجي ندير هنايا؟ ا كوز دو سا بليسور، يعني هو اي لا كيتي. كملوا هذيك الجمله، اي لا كيتي لا بلوس دو ستاد، غادر هادي ا كوز دو، هادي المعين بسبب لا بليسور. هاد ايلي وهادشي كله كيتحيد، كنرجعو في كلمه وديك الكلمه خصها تكون سبب. صافي انا بغيت كنهز السبب، كان هو على شكل نعت ولا على شكل اي حاجه، كنهزو وكنرجعو اسم وكنحطو هنا بسبب لا بليسور ديالو. عندنا هي الثانيه خدمتها لكم هنايا. الثالثه الى غريي لو فو روج، حرق الضوء الاحمر، الى ايتي بيناليزي، تعاقب. الى غريي لو فو روج الى ايتي بيناليزي. هاد الجمله هادي غنخدموها، غنعطيكم مويه حيت هما ما عطاوش مويه، غنجيبوا المويه من عندنا كوم. عطيتكم مويه جديده هي كوم. ايوا كاين اللي يقول لي دابا ايوا راه كوم راه لا كومباريزون، كوم كنشبه بها تشبيه. لا كوم ديال تشبيه، ولكن فيها قاعده. هذه نعطيكم هذه فيها قاعده وهذه فيها قاعده باش نتوما ما تبقاوش طايحين على كارو باسكو ساهلين، خصنا ندخلوا شويه للصعيب. نقلبوا بعدا، انا نقلب بعدا على فين هي البرينسيبال، فين هي السوبوردوني، ونقول لكم كوم كيفاش كنخدموها. الى غري لو فو روج، حرق الضوء، الى اي تي بيناليزي، تعاقب. نجيو نطرحوا بوركوا عادي، نديروا راسنا ما فراسنا خبار، نطرحوا بوركوا باش نشوفوا واش هذا هو الجمله الرئيسيه وهذا السبب ديالها. ملي نقول بوركوا خصها يكون سبب. بوركوا الى غري لو فو روج، علاش حرق الضوء الاحمر؟ حيت تعاقب. دابا انا حرقت الضوء الاحمر حيت هما عاقبوني وقلت لهم والله تنحرق الضوء الاحمر. لا ما يمكنش هو حرق الضوء الاحمر حيت عاقبوه، غنسولو علاش عاقبوه. بوركوا الى اي تي بيناليزي، يعني يخلص خطيه. علاش؟ باسكو لا غري لو فو روج، حيت حرق الضوء. اذا مقلوبه، اذا الى اي تي بيناليزي تعاقب، هذه هي البروبوزيسيون برينسيبال. بوركوا الى اي تي بيناليزي، هذا هو السبب، هذا هو السبب. بروبوزيسيون سوبوردوني. غنديرو دابا كوم. كوم شنو كتقول لك في القاعده؟ كوم كتقول لك في القاعده كتجي هي الاولى. فين كتجي هي الاولى؟ دابا انتما كوم الا درناها في الوسط، دابا عرفنا هذه البرينسيبال وهذه السوبوردوني، غنحطوا الى اي تي بيناليزي كوم الى غريل. لا ما تجيش كوم الا جات الوسط مشى لكم كلشي. علاش؟ حيت كوم هي بصح تشبيه. مثلا نقول il mange comme un lion، il mange كياكل كوم ان ليون بحال شي اسد. اذا شنو كندير انا؟ كنشبهو. باش كنشبهو بالاسد؟ اذا كوم لا دات الوسط تشبيه. باش كوم تولي ليا سبب كنجي كنحطها في الاول، وماشي على بغيت بحال بويسكو قلت لكم عادي ديروها، ضروري قاعده كنجي نديرها هنا في الاول، كندير كوم كدا كدا كدا. باش كوم شنو كتولي لي درتها في الاول؟ شنو كتولي؟ كتولي بما ان بحال هكا، كتولي بما انه دار هادي، يعني طرات واحد الحاجه. دابا كوم دابا انا كنت عنديرها في الاول، نديرها في الاول، ولكن ما عنديرهاش في الاول مع البرينسيبال، عنديرها مع السوبوردوني. الاداه كتلصق مع السبب، هذا هو السبب. المويه خصها تبقى لاصقه ليا مع السبب. اذا نجي هنا وعندير كوم هنا، كوم الى ايتي كوم الى غري لو فو روج، يعني بما انه حرق لو فو روج، الى ايتي بيناليزي بحال هكا تجي. هاد كوم هادي شرط انها تجي في الاول، وفي الاول عتجي لاصقه مع السوبوردوني. اذا انت في الجمله عتقلب على فين هي البرينسيبال، فين هي السوبوردوني، فيما كانت السوبوردوني عتلصق حداها. كانت السوبوردوني هي هذه اللي هنا، عتشد السوبوردوني هنا تهزها وتحطها في الاول، المهم خصها تجي في الاول. نشوفوا هاد التمرين هذا، المهم هادو لي بقاو نخدموهم بالزربه. جو كومبليت لي بروبوزيسيون سويفونت بور اكسبريمي ان كوز، عطاونا البديه ديال الجمله
وحنا نديرو لا كوز، يعني عطاونا هما البرينسيبال وحنا نجيبو شي جمله، كلها جمله ما عندنا ديال السبب. هنا عطاونا مثلا هذه وحنا نكملو مع نشوفو بعد. نبداو بالاولى، لي باطون سون ريستي او بور، يعني لي باطو كاملين بقاو في الميناء. علاش؟ نقول مثلا كان بقاو في الميناء لي باطون، الباطو بقى في ميناء حيت الريح كيصوت عنيف بالجهد، وهادي الباطو ما يقدرش يمشي للبحر. كار لو فون ايتي فيولون، حيت الريح كان فيولون عنيف. هنا عطاونا جمله، حنا خصنا نديرو البديه. سون بير لانسكري دون اون ايكول دو ديسان، عطاونا البرينسيبال هي هادي، وهنا نديرو السبب، يعني عقلبوها لينا. سون بير لانسكري دون اون ايكول دو ديسان، الاب ديالو سجلو في مدرسه ديال الرسم. اذا هذا واش نقول بوركو سون بير لانسكري، علاش با هذه هي البرينسيبال، خصني ندير انا سبب علاش با دخلوا مدرسه ديال الديسان، حيت هو كيعجبو الديسان، هذا هو السبب. نقول مثلا، ولكن بما انني عم بدا بالسيبوردوني هي الاولى، ما يمكنش ندير كار ولا بويسكو. كار هادي كار ما كتجيش في الاول، وباسكو ما كتجيش في الاول، بغيت نقول باسكو ماشي بويسكو. اذا نقدر انا دابا اللي كتجي لينا في الاول هي كوم ولا بويسكو. اذا ندير مثلا انا كوم سبب، علاش هو تسجل؟ عطى شي سبب. حيت كيبغي لو ديسان، كوم إل أيم لاركتيكتور، بما انه كيبغي لاركتيكتور يعني الهندسه. سون بير لانسكري دون اون ايكول دو ديسان. ثالثه، إل فو بريباري سو تيليفون، خصك تصايب التليفون. علاش؟ شنو هو السبب؟ خصني نكتب السبب. مثلا دير هنا باسكو مش الوسط، ماشي مشكل، خصك تصايب هاد التليفون. الفو ريباري، قلت لكم بريباري، ريباري تصلح. الفو ريباري سو تيليفون، خصك تصايب التليفون. مثلا انا نقول حيت انا محتاجو، ولا مزروب دابا بغيتو دابا ولا شي حاجه. باسكو مثلا جو سوي، كل واحد يكتب السبب اللي بغى. انا باسكو جو سوي بريسي، انا مزروب ومضغوط وهادي وبغيت. جو شوازي ان بيرسوناج اي ان ليو بور لا نوفيل كو نو زالون برودوير، قالك نختارو شي شخصيه وشي مكان القصه لا نوفيل اللي غنصايبو. بيرسوناج شوازي، مثلا شنو غنختار القصه ديالي؟ بيرسوناج اللي غتكون هادي، شنو البيرسوناج اللي غيكون؟ ندير مثلا هادو لا اونكيتور، واخا المهم هادي بعيده. تقدروا ديروا هنايا، ديروا بيشون حطاب، تقدروا ديروا لو برينس امير، تقدروا ديروا بوفر بيزون، فلاح فقير، اي حاجه. هذا هو الشخصيه اللي دار عليه الاحداث. نختاروا المكان، المكان مثلا اونكيتور مثلا فين؟ ريستورون. غتقول انت شنو هو العلاقه ما بين اونكيتور وريستورون؟ لونكيت انصايب اونكيتور المحقق جا للريستورون، يعني طرات شي جريمه في الريستورون ولا في الاوتيل ولا في شي بلاصه وجا. شنو قال لك هنا؟ جوستيفي مون شوا، نقول علاش، علاش اختاريت اونكيت وعلاش اختاريت هذه. اون يوتيليزون ان اكسبرسيون دو لا كوز، ونقول ندير جمله فيها السبب ونقول علاش انا اختاريت زعما هذا البيرسوناج بالضبط وهذا المكان بالضبط. اذا نقول جو شوازي، اختاريت هاد العناصر هادو ولا هاد لي زيكسبرسيون. جو شوازي سيزيليمو، هاد العناصر. باسكو جو شوازي سي زيليمون باسكو لا نوفيل اي بوليسيير، حيت القصه اللي غنخدم بها قصه بوليسيه. علاه اختاريت المحقق ودرت ريستورون، يعني مكان اللي عطرا فيه الجريمه. انت دير مثلا شخصيه، دير مثلا بيزون فلاح، وهنا تقول انا اختاريته حيت القصه غياليست حقيقيه. دير مثلا لو روا الملك، دير برنس امير، اي حاجه، وقول حيت القصه خياليه ايماجينير. المهم اي حاجه تقولها علاش وعلاش درت هذا الشيء.
ايوا مبروك عليكم فيديو وصل 40 دقيقة. المهم هذا ما بقاش نطول. المهم انايا ماشي كنبغي نطول هكا، ولكن الصراحة نتوما صافي عطوني الاختيار ديالكم في شبان ليكم في سميتو في الكومونتير، واش قادرين واش هكا مزيان كتفهموا ولا لا، ومن خلال لي كومونتير ديالكم نشوف ندير إعادة النظر، نبقى نخرج لكم طق 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 ونقول لكم السلام عليكم.